دكتور، أنا لا أتحدث، أنا لا أتحدث عن أقوام أخرى، أنا أتحدث عن مسلمين بين بعضهم. يعني اليوم اللي عم نلاحظه إنه هذا مسلم وهذا مسلم، وقد يكون هذا من طائفة وهذا من نفس الطائفة، لكن يعني هذا العراك اللي عم نشوفه سباب وشتائم وتكفير وإلى آخره بين المسلمين أنفسهم. وتفضلت وقلت لي إنه هذه قلة، أنا لا أشاهدها قلة يعني، وأنا أقلب في نقلب يوميا نحن في صفحات السوشيال ميديا ونشاهد أعداد هائلة وأعداد كبيرة من هؤلاء الذين يعني شيء يعني تلوث بصري ويعني غريب وعجيب حقيقة من هؤلاء. اليوم نحن كيف يعني، هل نتجاهل هؤلاء؟ هل نحاول تصويب أو تصحيح هؤلاء؟ هل هم قابلين للتصحيح؟ لا أعلم يعني. الفكرة تكمن فقط هو الابتعاد عن كتاب الله. سوف أعطيك مثال، وهذا المثال يعني أصحاب العقول وأصحاب أولي الألباب بيفهموه حالياً. طيب، افرض أننا حالياً صمتنا نهائياً بخطابنا الديني بالنسبة للجيل القادم، يعني المواليد لحديثي الولادة حالياً، نحن سوف نصمت، لا نعطيهم أي توجه ديني أو أي أفكار دينية، فقط نعطيهم كتاب الله فقط، ونصمت في المذاهب والملل والنحل و و و و إلى آخره، نصمت 40 عام. وأكد لك أنه بعد 40 عام إذا صمتنا تماماً، والأجيال من الآن حتى 40 عام أعطيناهم فقط كتاب الله، بعد 40 عام سوف تجد 2 مليار مسلم موحدين كاملين وما في بينهم أي اختلاف، لأن كتاب الله لا يدعو إلى الخلاف أبداً أبداً. والدليل على ذلك، اعتبر هذا نوع من الشرك وليس الكفر. في سورة الروم قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا الخطاب المتشدد شتت الدين الواحد إلى 73 مذهب وفرقة، وهذا نوع من الشرك. وأكرر بسورة الروم، الله قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، كل حزب بما لديهم فرحون. وفي سورة يوسف الآية 106: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وليس كافرون. لذلك قلنا الجدل هي سمة إنسانية بشكل عام، فقال تعالى بسورة الكهف الآية 54: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني المخلوقات الأخرى بالنسبة إلى الله أخذت التعاليم الإلهية، يعني فرضاً الطيور المهاجرة، خلص الطير بده يهاجر، ما بيرفض الهجرة، هجرة الطيور مثلاً، ولا يقول لله هذا العام لن أهاجر سوف أهاجر العام القادم. كل الطيور المهاجرة بتهاجر. سقوط أوراق الأشجار، يعني ما في أشجار بتخالف الطبيعة وبتخالف وبتخالف، كلها ما عدا الإنسان دائماً هو المتمرد الوحيد من ضمن مخلوقات الله. طيب، وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.